بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا. عارفين عند ديت؟ وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا لأنه يحتمل أن يكون كذبا، والعمل به عمل بالشك وأقدام على الجهل، فتقبح الحوالة على الجهل. بل إذا أمرنا الشرع بأمر فليعرفناه لنكون على بصيرة، إما ممتثلون وإما مخالفون. يبقى اللي أنكروا التعبد بخبر الواحد، بعضهم قال أن العقل يمنع من هذا، وكما ذكرنا بيكثر من هؤلاء الإحالة على العقل على خلاف المشروع. نعم، لو في أمور مستحيلة عقلا تكون مستحيلة شرعا، وأما الممكنات فلا مجال أن يقال عقلا، لأن الله تبارك وتعالى يحكم ما يريد، ومن الجائز أن يتعبدنا بهذا أو أن يتعبدنا بذاك. يعني هو يقول من جهة العقل كيف إذا أمرنا الشرع بشيء فلا بد أن يبلغنا إياه بطريق القطع. يقولوا لو الشرع تعبدنا بشيء فلا بد أن يبلغنا إياه بطريق القطع لكي نكون على بصير. هذه طريقة كلام الند وليس طريقة كلام العبد. العبد يمتثل أمر سيدي. إمتى نقول ما ينفعش يجي في شرع ما يبقى تكليف بما لا يطاق؟ لما يتقال لك سيأتيك أمور غير قطعية ولا تتصرف فيها إلا بالقطع. لكن لما يقول لك إذا جاءك القطع فاعمل به، وإذا جاءك الظن الراجح فاعمل به، والعبد مأمور أن يفعل ما أمر به، فأي إشكال في هذا؟ فإذا هذه القضية. عشان كده يقول الإمام ابن قدامة: والجواب أن هذا إن صدر من مقر بالشرع فلا يتمكن منه. نقول له إن سلمنا لك جدلا بما تقول فهيا لا تعمل إلا باليقين، فيقول لا، فسيجد أن الشرع تعبده بالحكم بالشهادة. وقلنا ده ظن راجح، ما يجي اتنين يشهدوا على واحد، ولا حتى لو ألف شهدوا عليه فين القطع؟
احنا نقول الاحكام بتيجي باتنين وبعضها باربعة، يبقى وارد انهم يكذبوا. لكن لو انت الشرع تعبدك بان لو شهد عليه اتنين عدول يبقى نحن نجزم بان حكم الله عاد اليقين اللي بيسألوا عليه، مش عايزين نبقى بيقين. اليقين ان هذا هو حكم الله. هل الشرع تعبدك بان تحلف بان هذا قد فعل؟ لا، هو بيقول لك تجزم بان حكم الله لمن شهد عليه بذلك ان يقام عليه الحد. نعم، هذا على سبيل القطر. طب واحتمال يكونوا كاذبين، وان ده احتمال نادر جدا، ولو اعتبرته في كل الامور تتوقف في الحياه. الامر الاخر، في فرق بين فعل الرب وفعل العبد. فاذا قدر الرب عز وجل ان ياتي اثنان ظاهرهما العداله فيتفقان على الكذب على بريء، فيؤخذ بشهادتهما الزور، فهذا ابتلاء، كما يبتلي هذا بالمرض، يبتلي هذا بالموت. العبد مكلف بإن الشرع ما كلفكش تقول حقيقة الأمر إيه، ما لو الشرع كلف الناس يقول حقيقة الأمر إيه كان يبقى ده تكليف بملاطق. الشرع بيقول له لما يجي لك الشهادة التي تفيد الظن الراجح فأنت متعبد به، وهذا الظن الراجح هو الذي يلزمك يقينا. يبقى اليقين جه هنا من جهة اعتقاد لزوم، ده من جهة الشرع. طب احتمال يكونوا كاذبين، هيكون ابتلاء. طب احتمال الكذب في الدين غير وارد، لأن الله تعهد بحفظ الدين. احتمال ان ينقل لنا الدين عن طريق الكذب، لا، احنا نعمل برضو نفس القواعد، نتبين في حال من ينقل لنا الدين ونحن على ثقة بأن الله لن يضع دينه عند الكذب. أنا هو بيقول اللي هيقول عقلا ما ينفعش ربنا يأمرنا بحاجة إلا ويبينها لنا بطريق القطع. قال له طيب هل أنت مقر بالشرع؟ طيب إذا كان كذلك فقد تعبدك الله بالحكم بالشهادة، لما يشهد شهود عدول تحكم، وهذا سيكون بالظن وبالعمل بالفتية، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى أنت هتشكل عليك مسألة، ما هي لو موجودة في القرآن نصا كده مش هتشكل. فاللي هيسأل مسألة غامضة عليه، هيسأل واحد عالم، العالم ده ينظر، يبقى في ظن، ظن من العالم ثم ظن من السائل أن هذا عالم ثم، وكل ده الشرع تعبدك به. فلما يقول قطع فماذا تفعل في هذا؟ والتوجه إلى الكعبة بالاجتهاد عند الاشتباه. يعني ما كانش في بوصلة زمان، اللي مش معين للكعبة بيعمل، يقول فين مكة؟ أهي مكة، بيتوجه إليه. يبقى معنى كده هل الصلاة ما تجيبش غير على اللي يرى الكعبة بعينه لو عايزين القطع؟ طيب كل دي، العمل بالشهادة، العمل بالفتية، التوجه إلى الكعبة بالاجتهاد، كل هذا إنما يفيد الظن. كما يفيد بالعمل بالمتواتر، والتوجه إلى الكعبة عند عدم معاينتها فلم يستحل أن يلحق المظنون بالمعلوم، أن يلحق المظنون بالمعلوم. يبقى يقول له اللي بيشايف الكعبة بنقول له اتجه إليها. طب واللي مش شايفها نقول له شوف جهتها فين. هو جوه مكة يشوف المسجد الحرام في أنه جهة، طب في بلاد بعيدة يشوف مكة في أنه جهة، وأنه جهة بما يعلم من أمارات، أدي ده ساحل البحر وده كذا، وهنا من بتوع الجغرافيا بيقولوا إيه، بيقولوا مكة تقع على ساحل البحر الأحمر. طب البحر الأحمر ميل ولا عدل؟ ايه بقى هي كده؟ كل ده بالايه؟ بالظن الراجح. طيب واحد تاني بقى يقول لك خلاص هو كل هو معترض على الشرع، فيقول بيعترض على هذه كما يعترض على غيرها. قال وان كان
وإن صدر من منكر للشرع فيقال له أي استحالة في أن يجعل الله تعالى الظن علامة للوجوب، والظن مدرك بالحس فيكون الوجوب معلوما. يعني ولما يجي يقول لك كيف نتعبد بالظن، نقول له انت كونك هتعرف ان ده ما يلزمك ده جزما، خلاص مالكش دعوه بقى انت عبد، وعرفت ان اللي يلزمك الان هو كده. لما يجي في عبد بيامر سيده يقول له لما يجي لك واحد معاه الاماره الفلانيه اديله الحاجه الفلانيه، طيب ممكن يكون غشيشه، ما دام كانت الاماره ما لو ما لا ذنب له، لا ذنب، يبقى حتى لو ان ممكن حد يغش الاماره ديت طالما جاب له الاماره صحيحه في ذاتها يبقى خلاص فعل العبد ما عليه. فالعبد يسمع ويطيع، يهم انه يعرف متى يسمع ومتى يفعل. قال له لما في اوائل العباد فيما بينهم وبين بعضهم البعض، ممكن يقول له لو ظنيت حتى ظن غير راجح اعمل. يقول لك بعض الناس اللي بيبقوا عندهم رعب شويه، يقول له لو حد قرب منك وفي احتمال واحد في الالف يبقى عدو اضرب عليه النار. وهو ممكن يكون انسان غلبان، ولكن دي قاعده. فالعبد جات له القاعده ونفذها، يبقى هو نفسه ليس في شك، لان اتقال له امتى يعمل. لما يشك بنسبه واحد في الالف يعمل، فلما جاله الشك بنسبه واحد في الالف بقى هو في يقين انه المفروض يعمل، يبقى انتهت القضية. يقول أن الظن مدرك بالحس فيكون الوجوب معلوما، امتى هيفعل ومتى لا يفعل هذا معلوم تماما. فيقال له إذا ظننت صدق الشاهد والرسول والحالف فاحكم به، ولست متعبدا بمعرفة صدقه بل بالعمل به عند ظن صدقه. يبقى التكليف بإيه؟ بالعمل عند مظنة صدق الناقل. وأنت ممتثل مصيب صدق أم كذب. كما يجوز أن يقال إذا طار طائر ظننتموه غرابا أوجبت عليكم كذا وجعلت ظنكم علامة كما جعلت زوال الشمس علامة على وجوب الصلاة. يبقى هنا اللي أحالوا وقالوا يستحيل أن نتعبد بخبر الواحد أجاب عليهم على فرض أنهم من الزنادقة الطاعنين على الدين بصفة عامة، وعلى فرض أنهم مقرين بالدين، فيقال لهم إذا كنتم مقرين بهذا الدين فماذا ستفعلون في هذه الأوامر التي بنيت على غلبة الظن. يقول وقال أبو الخطاب العقل يقتضي قبول خبر الواحد لأمور ثلاث. ده بيعكس المسألة عليهم بقى بعد ما رد الشبهة، لا ده المسألة معكوسة، والعقل يقتضي قبول خبر الواحد. أحدها أن لو فرضنا العمل على القطع تعطلت الأحكام، تعطل مصالح الدنيا قبل الآخرة، لأن القطع نادر، قل ندرة القواطع وقلة مدارك اليقين. تخيل ناس في أعمالهم فضلا عن جيوشهم يقول لك لا ده الأمور دي خطيرة لابد من المشافهة من القائد الأوحد، يبقى تتعطل مصالح الدنيا، مع ان يكون انسان حي موجود لكن لا يمكن تكلفه يشافه كل احد، ويبقى تفويضه وكتاباته مع امكان تزويرها، لكن لو انت عملت عشان تجتنب الاحتمال ده تعطل الدنيا تمام. ف
فهذه سنة الله تعالى في الخلق، فالقطع نادر. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكاف، ولا يمكنه مشافهة جميعهم ولا إبلاغهم بالتواتر. لا هو ينفع يكلم الأمة كلها، لا في زمن، لا في حياته صلى الله عليه وسلم ولا بعد ما مات، من باب أول، ولا إن هو يبقى كل كلام لابد وأن يتواتر، لا. يقول: وقال الأكثرون، ويقول والثالث أن إذا ظننا صدق الراوي فيه ترجح وجود أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فالاحتياط العمل بالراجح، الراوي موثوق فيه، فإن لم يبلغ خبر مبلغ اليقين فهو ظن راجح أن هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالاحتياط أن تعمل به. يقول: وقال الأكثرون لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلا ولا يستحيل ذلك. يبقى في فريق قال يستحيل التعبد بخبر الواحد عقلا، وفريق قال بل يجب التعبد بخبر الواحد عقلا، فريق قال لا يستحيل ولا يجب من جهة العقل. وبالتالي الفريق ده بيقول مسألة شرعية محضة، مدام انه له واجب ولا مستحيل يبقى ممكن، والممكن الله يحكم فيه ما يريد. اقول لك المستحيل لن يأمرك الله بالمستحيل، والواجب ترك الواجب مستحيل، ترك اللازم عقلا، فلن يأمرك الله بترك اللازم عقلا، والممكن يكون فيه التشريع اما بهذا واما بايه بذلك، وده من حيث المبدأ صحيح، لكن الإسراف فيه، وكما ترون في مسائل كثيرة يمكن أن تعكس. يعني احنا بنتكلم هنا عقلا، قبول خبر الواحد عقلا، ثلاث أقوال في المسألة: لازم عقلا، مستحيل عقلا، لا هذا ولا ذاك. يعني كل الأقوال اللي في المسألة اتقالت في مسألة زي دي، وده يدل على إشكالية وخطر الرجوع إلى العقل. يعني من نافلة القول أن نشير، أحد الدعاء كان بيقود إحدى الاتجاهات الإسلامية اللي بتنتسب في الجملة إلى التيار السلفي، تأثر بمدرسة القرضاوي، فبيتكلم على عيد الأم، فبيقول احنا لو تفادينا نسميه عيد الأم، سميناه يوم الأم يبقى يوم جميل جدا وفي معاني جميلة وفي كذا وفي كذا. هو بيقول يعني ان ايام الشباب كنا بنرفض كلام العلماء الكبار زي القرضاوي، وبنرى ان ده عبث، بس بعد النضج يعني بقى لقينا الكلام ده انسب. يا شاء الله تبارك تعالى ان القرضاوي يتكلم، فيقول برضو ان ما ينفعش نسميه عيد، واللي عايزه يسميه يوم، وان كان نحن معشر المسلمين في غنى عن عادات الغرب. يعني هو بعد ما اخذ كلام القرضاوي كان ايه غير كلامه، وهكذا دي طبيعة العقول، هو يعني ما غيروش بمئة بالمئة، بس على الأقل لغة الخطاب مختلفة تماما. الاتفاق العجيب على ان ايه تغيير المسمى من عيد ليوم يحل المشكلة، مع ان النص اللي بنقول بيه ان الأعياد محصورة في انه يوم قادم صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان. فدي مشكلة برضو العقلانيين، ان ممكن يكتشفوا حلول ومن كتر العجلة ما يرجعش يبص تاني ورا منه. يعني هو يقول لك في إشكالية، وناس بتقول كذا وعندهم دليل كذا، وناس بتقول كذا وناس بتقول كذا، وأظن لو قلنا كذا هنحل كل الإشكالات،
وبعدين ممكن تلاقي القول الجديد ده بيعمل مليون اشكال جديد، فضلا انه يبقى مصادم تماما لقضية. يعني اقول لك ان سلمنا جدلا نحن مع القائلين بمنع الزيادة على العيدين للحديث، وهو الحديث ده نفسه هو اللي فيه ما كانش فيه مسمى العيد، كان مسمى الايه اليوم، يقول لك ولكن نحن نسميه يوم فنخرج من مخالفة الحديث. طب انت اللي قال الكلام ده رجع أرى الحديث، مش منشغل بانه يرجع يقراه تاني، هو منشغل بتوليفة عقلية يخرج بها من الموضوع. توليفة مين اللي عاملها؟ الشيخ القرضاوي. هو بقى خدها على بكامل الأريحية، فإذا بالقرضاوي يقول لا يعني اللي عايز الدوت يسميه يوم، لكن احنا مش عايزينه ولا نرحب به. دي مشكلة العقل. هنا قال لنا ان بالنسبة للتعبد بخبر الواحد في ثلاثة اقوال من العقل. البعض يقول هو مستحيل عقلا، واحد يقول، البعض يقول واجب عقلا، واحد يقول هو ولا كده ولا كده. وهو طبعا الاصل انه هو لا واجب ولا مستحيل. يعني كان ممكن الشرع يقول لك لا تفعل الا اذا اتتك القوافع، كان وارد، ولكن هو صار واجب على كلام ابو الخطاب لما علمنا ان الشرع واجب وانه خطاب الى الناس كافة، وعلمنا انه لا يمكن ان يسمع كل الناس مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصلهم اخباره بالتواتر. فمجموع دول هخليك تقول عقلا يستحيل، هل ده عقلا ولا شرعا بقى؟ هو كده قياس عقلي، ولكن رتب على حقائق ايه؟ شرعي. اما العقل المجرد كان يمكن وكان يمكن، وفي كلا الأحوال ستكون أنت عبد مكلف بأن تفعل ما تؤمر به. فإذا أمرت متى جاءتك علامة بدرجة معينة من درجات العلم أن تفعل، فهذا هو التكليف. إما أن يقال متى جاءتك العلامة القطعية، أو يقال متى غلب على ظنك. وذكرنا أن من الناحية العقلية وهو موجود واقعا في غير الشرع، موجود في أمور الدنيا، ممكن يقول لك إذا وجد حتى ولو ظن مرجوح فاحتاط وتصرف وتعامل وافعل كذا أو افعل كذا. قال: وقال الأكثرون لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلا ولا يستحيل ذلك، ولا يلزم من عدم التعبد به تعطيل الأحكام لإمكان البقاء على البراءة الأصلية والاستصحاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يكلف تبليغ من أمكنه من أمته تبليغه دون من لا يمكنه، كمن في الجزائر ونحوها. موضوع يعني لزوم خبر الواحد عقلا من عدمه ليس له كبير فائد، ولكن هو اللي بيبحثه عشان لو كان واجبا او مستحيلا لم يحتاج الى ان يبحث موقف الشرع منه، لانه لو قال ده مستحيل يبقى مش هيجي في الصلاة، ولو قال واجب يبقى لازم يجي، ولكن لو قال ممكن يبقى يحتاج إلى بحث، يمكن أن نكلف به ويمكن أن لا نكلف. طب الشرع تعبدنا بأيهما؟ هذا هو الكلام.
وكل فصل. فأما التعبد بخبر الواحد سمعا فهو قول الجمهور خلافا لأكثر القضرية وبعض أهل الظاهر، ولنا دليلان قاطعان. أما التعبد بخبر الواحد سمعا، يعني من شرعا من جهة السمع اللي جاي من جهة الأدلة، يقول فهو قول الجمهور خلافا لأكثر القضرية وبعض أهل الظاهر. هنا بيضطر لما يقول الجمهور بيعني جمهور من تكلم في الأصول، وإن كان وارد أن يكون ده إجماع أهل السنة، ولكن عشان كده بيقول خلافا للقضرية وبعض أهل الظاهر، فهذا هو إجماع أهل السنة. قال ولنا دليلان قاطعان، أحدهما إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبوله، فقد اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصر، إن لم يتواتر أحدها حصل العلم بمجموعها. منها أن الصديق رضي الله عنه لما جاءته الجدة تطلب ميراثها نشد الناس. هنا من القواعد المناظرة ألا تحتج بموطن النزاع، هما بيخلفوك في حجية أحاديث الآحاد، ما تجيب لهمش أحاديث آحاد تثبت صحة الاحتجاج بحديث الإيه الآحاد. فهو هنا بيقول لهم عندنا أدلة قطعية تفيد التعبد بالظن الراجح. طب ليه هجيب لهم أدلة قطعية؟ لأنها حجة عندهم. لذلك قلنا ما نيجي نرد على القرآنيين لو عايزين الرد يكون طبعا كتحصين عوام الناس بكل الأدلة، كثرة الأدلة تقيم في تزيد في النفس الثقة. لما تقول قواعد مناظرة تحتج عليهم من القرآن، والاحتجاج عليهم من القرآن سهل وميسور، الأدلة في القرآن كثيرة جدا في الرد عليه. هنا هو مش بيرد على القرآنيين، بيرد على من يقولون أننا لا نتعبد إلا بالقطع اللي هو القرآن والسنة الإيه المتواتر. فحيجيب لهم أدلة قطعية تفيد وجوب لزوم التعبد بخبر الإيه الواحد. أقول لهم هتقولوا الوقائع دي وقائع أحد إلا أنها بمجموعة متواترة، هيبقى اسمه تواتر معنوي، يعني الواقعة مش واحدة، وقائع كتيرة بس القدر المشترك بينها في قدر ما مشترك بين وقائع مختلفة، هذا القدر المشترك يسمى تواتر إيه معنوي. فهو قبل ما يجيب هذه الوقائع لعلمه أنها مروية بطرق الأحاد قال لهم لا دي متواترة تواتر معنوي فهي حجة عليكم. لو احتج عليهم بأحاديث الأحاد يقولوا له دوت استدلال بموضع النزاع، يعني احنا بنقول لك حديث الأحاد ليس بحجة، تيجي تقول في حديث أحاد يفيد أن أحاديث الأحاد حجة، ودي مسألة بيقع فيها كثير من الناس. كثير من الناس يجي يحتج عليك بموطن النزاع، وأحيانا احنا كتير نعمل كده فنصعب على نفسنا المسائل، يعني إيمان الإنسان بما يعتقده لا يبيح له أن يخالف قواعد المناظرة، لأنه يعمل كده واللي قدامه يعمل كده فتنقطع السبل، واللي غرضه يبين الحق يبينه بطريقة إيه واضحة. وبالتالي لازم تحدد انت وخصمك ايه الارضية المشتركة اللي بينكم، ونبتدي منها، نبتدي من نقطة اتفاق لنبحث اقرب نقطة خلاف. اول نقطة خلاف تالي نقطة الاتفاق دي، زي المستقيمين اللي بيعملوا زاوية انت عايزهم ينطبقوا على بعض، تبتدي من عند راس الزاوية تلاقي لما تبعد بعدها بشوية
فرق مش كبير. كل ما تعمل تلاقي الفرق كبير جدا. انت عايز تضمهم على بعض، تبتدي من راس الزاويه وتقعد تضغط لغايه ما يبقى اخر نقطه تنطبق على اخر نقطه. فيبقى هنا اللي كونهم كونوا احتاج الى ان يؤكد ان ما يستدل به عليهم، ما يحتج به عليهم هو قطعي. ليه؟ عشان ما يقولوش ده استدلال بموضع النزاع، او بيسموه يقولوا المسألة فيها دور، زي كده في الرياضة تعرف المتغير بدلالة نفسه عمرها ما هتتحل. يبقى وهكذا. قال منها أن الصديق رضي الله عنه لما جاءته الجدة تطلب ميراثها نشد الناس من يعلم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فشهد له محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فرجع إلى قولهما وعمل به عمر بعده. يبقى هنا إيه؟ هيقول لك على دول اتنين، ما هو الاحاد اللي بينكروه ده ما نزل عن رتبه الايه؟ التواتر. ما حتى مش بينكروا الغريب، ده بينكروا كل ما نزل عن رتبه التواتر. وروي عن عمر في وقائع كثيره، منها قصه الجنين حين قال: اذكر الله امرئا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، يعني بيذكر الناس بالله اللي عنده علم ما يكتموش يبلغوا، فقام حمل بن مالك بن النابغة وقال: كنت بين جارتين لي، أي ضرتين، فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة. فقال عمر: لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره. وكان لا يورث المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. الدية على العاقلة، يعني لو واحد قتل وأولياء المقتول طلبوا الدية، العاقلة هي اللي ايه؟ بتتحمل الدية عن من قتل منهم. طب لو هو المقتول، نقول هو لما يقتل العاقلة بتدفع له الدية، يبقى هم اللي ياخدوا الايه؟ الدية. ولا نقول ده ميراث مال ثبت لإنسان بعد وفاته فهو لورثته. فكأن عمر رأى انه كما ان العاقلة تدفع الدية للقاتل، فهي التي تأخذ دية ابنائها ان كانوا قتلى، فليس للمرأة ليس للزوجة حينئذ فيه شيء. فقيل له: لا، بل كان يورث. فرجع حتى اخبره الضحاك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب عليه ان يورث امرأة اشيم الضبابي من دية زوجه. ورجع إلى حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم: في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وأخذ عثمان بخبر فريعة فريعة بنت مالك في السكنة بعد أن أرسل إليها وسألها. وعلي كان يقول: كنت إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه أن ينفعني، وإذا حدثني عنه غيره استحلفت، فإذا حلف لي صدقت. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يذنب فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له. ولما اختلف المهاجرون والأنصار في الغسل من المجامعة أرسلوا أبا موسى إلى عائشة رضي الله عنها. طبعا مسألة وجوب الغسل من الجماع وإن لم يحصل إنزال من الأحكام الشرعية التي تأخرت
فخافيت عن بعض الصحابة، بعضهم كان خرج للجهاد، بعضهم كان يعلم الناس في بلد أخرى، وإلا كان في أول الإسلام لا يجب الغسل إلا من الإنزال سواء باحتلام أو بجماع، ويترتب على هذا أن الجماع بدون إنزال ليس فيه غسل، لكن الإنزال هو الذي فيه غسل سواء كان بجماع أم بدون. ثم جاء إن هما سببين للغسل، اجتمع أو افترق، الاحتلام والإنزال، فالإنزال والمجامعة، فإذا جامع بغير إنزال وجب الغسل، إذا أنزل بغير جماع وجب الغسل، إذا جامع وأنزل وجب الغسل أيضا بلا خلاف. قال: فلما اختلفوا أرسلوا أبا موسى إلى عائشة فروت لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان وجب الغسل، فرجعوا إلى قوله، واشتهر رجوع أهل قباء إلى خبر الواحد في التحول إلى الكعبة. وروى أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ، إذ أتانا آت فقال: إن الخمرة قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فكسرها. فكسرتها. أبو طلحة زوج أم أنس رضي الله عنهم أجمعين، وكان عنده أبو طلحة عنده أبي رضي الله عنه، ويضيفهم أنس يسقيهم شراب خمر، فجاء من يقول لهم قد حرمت، فأمر أبو طلحة أنس رضي الله عنه أن يكسر هذه الجرار. ورجع ابن عباس إلى حديث أبي سعيد في الصرف، وابن عمر إلى حديث رافع بن خديج في المخابرة، وكان زيد بن ثابت يرى أن لا تصدر الحائط حتى تطوف، يعني يحبس الحائط من أجل طواف الوداع، مع أنه يعفى عنه للحائط. فقال له ابن عباس: سل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فأخبرته، فرجع زيد يضحك وقال لابن عباس: ما أراك إلا قد صدقت، والأخبار في هذا أكثر من أن تحصى. واتفق التابعون عليه أيضا، وإنما حدث الاختلاف بعدهم. يبقى هنا في قطع من التواتر وقطع من إجماع جيل الصحابة وإجماع جيل الإيه؟ التابعين. يقول: فإن قيل لعلهم عملوا بأسباب قارنت هذه الأخبار لا بمجردها، كما أنهم أخذوا بالعموم وعملوا بصيغة الأمر والنهي ولم يكن ذلك نص صريحا فيها. قلنا: قد صرحوا بأن العمل بالأخبار. قال عمر: لولا هذا لقضينا بغيره، وتقدير قرينة وسبب هاهنا كتقدير قرائن مع نص الكتاب والأخبار المتواترة، وهذا يبطل جميع الأدلة. وأما العموم وصيغة الأمر والنهي فإنها ثابتة يجب الأخذ بها، ولها دلالات ظاهرة تعبدنا بالعمل بمقتضاها، وعملهم بها دليل على صحة دلالتها، فهي كمسألتنا. وإنما أنكرها من لا يعتد بخلافه، واعتذروا بأنه لم ينقل عنهم في صيغة الأمر والعموم تصريح. هم هنا بعد ما احتج هو على المخالفين بذلك، قالوا: طب ما السلف عملوا بالعموم، والعموم فيه أيضا ظن، هل يشمل جميع أفراد جنسه أم له مخصص؟ في الواقع ده يؤكد أن نظرتهم خاطئة، أن مش كل ما يتطرق احتمال نترك العمل، لأن الاحتمال إن بقي بعده ظن راجح فيجب الإيه؟ العمل به. والكلام في العموم من حيث الدلالة كالكلام في أحاديث الأحد من حيث الثبوت، يعني أحاديث الأحد من حيث الثبوت في غلبة ظن بثبوته،
فيجب العمل بهذه الغلبة. وصيغ العموم من حيث الدلالة في غلب الظن طالما لم يرد مخصص أنها تشمل جميع أفراد جنسها، فيجب العمل بهذه الغلبة. قال: فإن قيل فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة، فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر ذي اليدين، ولم يقبل أبو بكر خبر المغيرة وحده في ميراث الجد، وعمر لم يقبل خبر أبي موسى في الاستئذان، ورد علي خبر معقل بن سنان الأشجعي في بروع، وردت عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه. دي طبعا شبهة مهمة جدا، لأن دي أحاديث صحيحة، وإن كان هم لا يحتجون بخبر الواحد، فساعتها أو أخبار الأحاد ممكن نحتج عليهم ونقول لهم مين اللي قال لكم أنهم ردوا وهذه مروية بأحاديث أحاد، ولكن هي تلزمنا نحن. وفي الواقع لازم نفرق بين أن الأولى الوصول أو الاقتراب من اليقين، عشان جاءت لها علماء الحديث لقى طريق صحيحة للحديث، ومع ذلك يدور على تانية وتالتة، ويعتبر العالم كلما ازداد جمعه لطرق الحديث الواحد كلما ازداد بصيرة، وكلما صار أكثر قوة في هذا العلم. فكون ان واحد يأتي خبر فيقول هل من معضد، ده مش معناها انه اذا انفرض سوف يرد. وان كنك لما يجي لك حديث تبحث هل له معارض ام لا، مش معنى كده انك لو ما لقيتش معارض سترد، ولكن من باب الاحتياط والبحث والتمحيص نشوف هل له معارض ام لا. الامر الاخر، رد خبر غير الموثوق به لا يعني رد خبر الموثوق به، ورد خبر من يوثق به في الجملة في واقعة ما لقرينة ما لا يعني رد في الجملة. يبقى لو قلنا ان الصحابة قبلوا خبر الآحاد احيانا ورده احيانا، نقول وهو في الاصل يمكن ان يقبل وله شروط. طب يقولك ده ممكن يكون قبل من نفس الشخص مرة ورد مرة، يبقى في شروط في الشخص وفي شروط اخرى اللي علماء الحديث عبروا عنها بألا يكون فيه شذوذ ولا علم، يعني في اعتبارات في الناقل ثم اعتبارات في الخبر، ممكن يكون في الموقف ده هو تشكك فيه او نحو ذلك. يقول: قلنا الجواب من وجهين، احدهما ان هذا حجة عليهم، فانهم قد قبلوا الاخبار التي توقفوا عنها بموافقة غير الراوي له، ولم يبلغ ذلك رتبة التواتر، ولا خرج عن رتبة الآحاد إلى رتبة التواتر. والثاني أن يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر عليه ذو اليدين قال: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ فقال أبو بكر وعمر: نعم. طب فين التواتر؟ مع أن ده مش خبر، ده واحد بيقول لك أنت نسيت، فبقى واحد قصاد واحد، ليس خبرا سالما من المعارضة عشان يجي هنا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم تشكك في خبر ذي اليدين، ده واحد قصاد واحد. وده شرعا لو بقي الامر على ذلك كل واحد يعمل بما يعتقد، مش هنكلف الواحد. انت يجي لك خبر من موثوق به لازمك ان تعمل بنفس القضايا التي يغفلها هؤلاء، انت يلزمك حكم شرعي معين، الشرع امرك كل موقف له حل، ليس منها انك لازم في كل موقف تتيقن اللي حصل. طب انت صليت وده بيقول انت نسيت، وده بيقول لا انت شايف انك ما نسيتش، مش هقول لك لو شهد اتنين عدول يبقى انت نسيت.
واحد بيعترض عليك وانت ما فكرك افتكرت خلاص يبقى انت نسيت برضه، ما افتكرتش هو شايف انك نسيت وانت شايف انك، يبقى تعمل كل يعمل بما غلب على ظنه وهذا هو الذي سيحاسب عليه، يعني هو ده يقينا هو الذي يلزم. فيبقى هنا اولا لما طلبوا الزيادة لم يطلبوا الزيادة الذي تصل بهم الى حد التواتر، عشان يقولوا احنا بنرفض خبر الواحد، احنا عايزين التواتر وما ينفعش الاحد، فبقي احد كما هو. الثاني ان توقفهم كان لمعان مختصة بهم، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين ليعلمهم ان هذا الحكم لا يؤخذ فيه بقول الواحد، اما لانه واحد قصاد واحد يبقى ما مش واحد هيسقط الثاني، واما ودي مسائل مهمه جدا في علم المصطلح، الناس كلهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والذي اعترض واحد، لا ده في الحاله دي ما الناس موجوده ويمكن الوصول الى اليقين، فكيف تتركه مع امكانه؟ يعني انت الناس موجوده تقدر تسالهم كلهم، ايه اللي يخلي نستنى نقبل خبر واحد لاسيما وهو معارض بفعل الامام؟ يعني واحد قصاد واحد والناس كثيره موجوده ترجح، فده يختلف تماما عن النماذج التي يقولون. قال واما ابو بكر رضي الله عنه فلم يرد خبر المغيره وانما طلب الاستظهار بقول اخر، وما دام امكن ما في التثبت ما ممكن يقول فلان بيقول كذا، حد عنده تأييد او معارضه؟ ما ممكن يطلع معارضه ما احد، يعني احنا من ضمن التثبت احنا نثق في الشخص من حيث الجمله ثم نثق في الخبر ده بالذات انه سلم عن المعارضه، فلو نقدر نشوف هذا الخبر عضد ام عورض ام لا هذا ولا ذاك، يبقى ده من التحري، فان عضد ازددنا بصيره، وان عورض نظرنا في المعارضه ايهما ارجح، وان لم يكن لا هذا ولا ذاك عملنا به. يقول واما ابو بكر رضي الله عنه فلم يرد خبر المغيره وانما طلب الاستظهار بقول اخر وليس فيه ما يدل على أنه لا يقبل قوله لو انفرد. وأما عمر رضي الله عنه فإنه كان يفعل ذلك سياسة ليثبت الناس في رواية الحديث، وقد صرح به فقال إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة لم ترد خبر ابن عمر وإنما تأولته، ده هي سمعت الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر سمعه، فهي سمعته بهيئة او تأولت معناه وانكرت على ابن عمر ان يروي المعنى الذي ظنته هي ليس موجودا في الحديث، لان الميت يعذب ببكاء اهله عليه، هي ظنت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر خبرين غير متلازمين، هذا ميت يعذب وهؤلاء أهله يبكون فماذا ينفعه بكاؤهم، بينما ابن عمر رضي الله عنه روى أن هذا أن بكاء أهله سبب لعذابه، وقد وافق ابن عمر غيره من الصحابة، فعلمنا صحة رواية ابن عمر وأن عائشة رضي الله عنها استشكلت المعنى، وإحنا برضو نستشكله. ليه؟ لأن هناك ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن طالما صح نقول المعنى المشكل ده أكيد له معنى، هنقول هذا إذا رضي أو أمر أو وصى، وهو كان شائعا في العرب وإلى يومنا هذا بعض الناس والعياذ بالله
يقول ما تسيبونيش اموت في طيف، لو مت لازم تعملوا كذا وتخلوا كذا وتقولوا كذا. فيبقى عائشة رضي الله عنها ظنت عدم التلازم تماما، لا، وكان هناك وجه للتلازم. مسألة ان من ضمن قواعد نقد الحديث الا يخالف ما هو اثبت منه، ان حديث الاحد ما ينفعش يخالف المتواتر ولا القرآن. من حيث المبدأ قاعدة عند علماء الحديث، ما هم قالوا الشذوذ والعلة ليه، لكن مش للجهال يعملوه يتوهموا التعارض لأدنى شبه. ده مدام الحديث صح يحاول وكان يتبادر إلى الذهن منه معنى يعارض القرآن أو يعارض غيره من النصوص، هننظر لعل له معنى آخر يستقيم معه. وإن لم يكن فأهل السنة يردون الحديث الشاذ، ولكن ليس حسب أهواء أهل البدع اللي كل لا يعجبهم حديث يقولوا ده مخالف للقرآن، وساعات يبقى موجود في القرآن هم لا بيقرأوا القرآن ولا بيقرأوا السنة، اللي مش عاجبهم يقولوا ده ردوا لأنه مخالف للقرآن. فين مخالفته للقرآن؟ لا تجد. قال والدليل الثاني، يبقى الدليل الأول عمل الصحابة بأخبار الآحاد، وأما كونهم لم يعملوا بها أحيانا فقلنا لأن خبر الآحاد بيحتاج نقد، بيحتاج نظر، فأولا طلب التثبت والزيادة في حد ذاته ممدوح. لما يجي خبر واحد أو اثنين أو ثلاثة نحاول نجمع أكبر عدد ما يمكن نوصل للتواتر يبقى أفضل. طب ما وصلناش، هذه الروايات متعاضدة يبقى بها ونعمة، متعارضة يبقى نحتاج نجمع أو نرجح. في الآخر هي رواية واحدة لا معضدة ولا معارضة تبقى مقبولة. فكون إن الصحابة كانوا يمارسون هذا على الملأ لأن ما كانش لسه جمع السنة، وكل من عنده خبر وعلم من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد أو ينادي، حتى النساء في البيوت الرجال يعودوا إلى النساء يسألوهن. المهم ان البحث ده كان بيتم هكذا في المسجد، بحث الاخبار، واللي بعد كده علماء الحديث سموه المتابعات والشواهد او الشواهد والاعتبار والتعارض والترجيح. كلام ده هو دي الوقائع اللي اتعلم منها المحدثون فيما بعد كيف ينقضون الحديث، وكل الكلام ده موجود في علم الحديث، وليس منه أن ما لا يبلغ التواتر يرد. حتى اللي استنى فيها أو اللي عضت فيها خبر أول واحد بخبر الثاني بخبر الثالث لسه أحاديث أحد، هم عايزيننا لا نعمل إلا بالإيه؟ بالمتواتر. الدليل الثاني ما تواتر من إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام والقضاء وأخذ الصدقات وتبليغ الرسالة. قال ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون مفيدا. يبعث السعاء لو كان ما يلزمش خبرهم يقول له، يجي الساعي يقول لهم أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم لتدفعوا الزكاة، لو كان لا يقوم حجة بالكلمتين دول يبقى رايح ليه؟ فكان يسع الناس تقول له لا نحن نتشكك في خبرك. طبعا يجي يبقى جاي يعلمهم أصل الزكاة، عليكم كذا وكذا وكذا، ثم يأخذها فعلا. قال والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ الرسالة ولم يكن ليبلغها بمن لا يكتفي به. ودليل ثالث أن الإجماع قد انعقد على وجوب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه. الجاهل بيسأل أهل العلم قال له ده اللي غلب على ظني فبرضو يقبل. قال فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أولى، فإن تطرق الغلط إلى المفتي كتطرق الغلط إلى الراوي.
إن كان مجتهدا وإن كان مصيبا فإنما يكون مصيبا إذا لم يفرط، وربما ظن أنه لم يفرط ويكون قد فرط، وهذا عند من يجوز تقليد مقلد بعض الأئمة أولى، فإنه إذا جاز أن يروي مذهب غيره لما لا يجوز أن يروي قول غيره. لما يجوزوا التقليد في الفتية ويبقى برضو بتسلسل، يعني يسأل واحد يقول له قول لي قول الشافعي يوم يقول له قول الشافعي، فيبقى السائل بيسأل من يروي اجتهاد غيره، واجتهاد الغير ده معرض للخطأ، فطبعا اشتراط القطع يعطل كل شيء. الاجتهاد معرض للخطأ، والرواية معرضة للخطأ، والله تبارك وتعالى إنما تعبدنا بالاجتهاد قدر الوسع. قال فإن قيل هذا قياس لا يفيد إلا الظن، وخبر الواحد أصل لا يثبت بالظن، ثم إن الفرق بينهما إن هذه حال ضرورة، فإن لو كلفنا كل أحد الاجتهاد تعذر. هما طبعا عقلانيين فبيجوزوا الاجتهاد. قالوا طب ما الاجتهاد ده ظن زي ما الرواية ايه ظن. قالوا لا، ما هو بالنسبة احنا عارفين ان الاجتهاد ظن. طب ومين اللي قال لكم ان احنا مش عارفين ان الرواية ظن؟ يعني هو يقولك احنا سلمنا بان الاجتهاد ظن، ونحن سلمنا بان الحديث الصحيح يفيد الظن الراجح، ولكن معه اننا يقينا متعبدون بالعمل به. ايه بيقولوا؟ لأنه ده طبيعته، هم معترفين بكده، يعني ده تناقض، ده دي نوع من الحيدة. يقول ثم يقول ان الفتية احنا مضطرين اليه، والخبر مش مضطرين اليه، ده احنا اضطررنا الى الخبر اولى. يقول قلنا لا نسلم انه مظنون، بل هو مقطوع بانه في معناه. يقول لهم ده قياس، يقولوا انتوا قياس الرواية على الاجتهاد قياس، والقياس لا يفيد الا الظن، ونحن نريد القطع. هيبقى دايما ايه في النهاية؟ قال فيقول لا، ده القياس ده مقطوع. ليه؟ لانه متساوي. قال فاذا قطعنا بخبر الواحد في البيع قطعنا به في النكاح، ولم يختلف باختلاف المروي فيه، ولم يختلف هنا الا المروي عنه، فإن هذا يروي عن ظنه وهذا يروي عن غيره. وقولهم إنه يفضي إلى تعذر الأحكام ليس كذلك، فإن العامي يرجع إلى البراءة الأصلية واستصحاب الحال كما قلتم في المجتهد إذا لم يجد قاطعا. يقول وذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد إنما يقبل إذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، ثم يرويه عن كل واحد منهم اثنان، إلى أن يصير في زماننا إلى حد يتعذر معه إثبات حديث أصل. هو قال لك لا، طب خلاص بلاش التواتر، عايزه بقى متولية هندسية، يروي في جيل الصحابة اثنين، وفي جيل التابعين أربعة، وفي جيل تابع التابعين ثمانية، فيبقى المتواتر أرحم، إنه هيوصل للطبقة اللي يجي في طبقة يبقى عايز 16 32 64 وهكذا. قال إلى أن يصير في زماننا إلى حد يتعذر معه إثبات حديث أصلا. وقاسه على الشهادة، قال لك الأول عايزين شاهدين يشهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، طب دول ما شهدوش عندنا، يبقى كل شاهد من دول عايزين شاهدين عليه ان هو قال ان نسلم قال، يبقى وهكذا. قال وهذا باطل بما ذكرناه من الدليل على قبول خبر الواحد، ولا يصح قياسه على الشهادة، ان الشهادة فيها تهمة، فيها حقوق، وفيها تفاصيل تنسى تحتاج تذكر، اما العلم منضبط والتهمة فيه بعيد. قال فان الرواية تخالف الشهادة في اشياء كثيرة، وكذلك لا تعتبر في الرواية في الزنا أربعة كما يعتبر ذلك في الشهادة فيه. أي واحد يروي خبر عن الزنا وعن حد الزنا
مش لازم اللي يروي ايه اربعة عن اربعة، لان الرواية سيء والسهالة ايه سيء اخر. هذا ما يتعلق بمبحث الحديث الاحاد وقبوله من كلام الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى، ونؤجل كلام الامام السنقيطي الى المرة القادمة ان شاء الله. هذا الاسبوع هيبقى الجدول زي ما هو، الاسبوع الجاي يبقى الجدول الجديد للمرة ان شاء الله يكون اخر مرة بقى. الجدول الجديد الحد عقيدة، وهو الان نقد القومية العربية الى ان ننتهي منها. الاثنين اصول، وسيكون اصول كما هو. الاربع فقه، وهو مؤقتا فتح المجيد مع القواعد. حد اثنين اربع ان شاء الله في الاسبوع ده عادي. احنا هنشتغل مسألة عندنا الحد والثلاث والاربع الاسبوع ده. الاسبوع الجاي هيبقى حد اثنين اربع ان شاء الله. حد نقد القومية العربية، الاثنين اصول، الاربع مؤقتا هيبقى فتح المجيد وقواعد السعف. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك.